مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد تعويم السفينة الجانحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد من قناة ترند. لو الفيديو عجبكم ريت تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي مشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد تعويم السفينة الجانحة. هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقا المصريين على تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، ونشر مرتضى بوست عبر حسابه على موقع فيسبوك. وكتب مرتضى منصور: ألف مبروك للشعب، ألف مبروك لشعب مصر العظيم تعويم السفينة الجانحة، مبروك للرجال الأبطال الذين أعادوا فتح قناة السويس، أحفاد المصريين العظماء اللي حفروا القناة منذ أكثر من 100 عام. وأضاف منصور: مبروك للصديق العزيز المؤدب المحترم اللواء أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. ويختتم وقال: أخيرا مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا ما شمتش إعلام الإخوان وكتر فيك. وفي نهاية لو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وشير، تفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.